بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إلى الدرس الثاني من اللاقوة. في هذا الدرس بإذن الله سنشرح الجزئية الثانية، وحنا اتفقنا الدرس الماضي، طبعا حنا عملنا بالبيس كيميشن والحشوة لا نريدها. لو ضغطنا Alt 9 هذه شجرة الحشوات الجاهزة، قلنا لن نحتاجها، دعوني أحذفها. وأضغط حرف A لإظهار، أضغط حرف H مرة أخرى لإظهار البارتكل هنا. طيب، الدرس الماضي شرحت لكم في الدرس السابق، قلت لكم هنا تجميع جميع العمليات وإدخالها في شجرة الآيس. قلنا عندنا الباعث الجزيئات اللي هو النل، وقلنا عندنا القوة المؤثرة على جزيئات الماء، وعندنا اللاقوة فيز قلنا نشرح فيما بعد، والماتيريال قلنا اللي تتحكم بكثافة السائل وما إلى ذلك، وهنا المحاكاة اللي تصب في إعدادات الريندر والتصادم مع الإناء. اليوم سنشرح أمرين، سنشرح باعث الجزيئات أو النل الذي تنبعث منه الجزيئات وخصائصه، ونشرح القوى بإذن الله، ويبقى علينا الدرس القادم إن شاء الله أننا ننتهي ثم نبدأ بالتطبيق. فتكون الدروس الأساسية ثلاث دروس فقط، سهلة بسيطة بإذن الله. تعالوا نفتح معا ونشاهد ما الذي يحصل لو فتحنا نضغط كليك مرتين على الإيمت الباعث. لاحظوا معي القيمة هنا، لاحظوا التغيرات، أنتم تستطيعون تجربونها. هذا الريزوليوشن هنا، الدقة. طيب، لو جعلنا الدقة واحد، لاحظوا ما الذي يحصل. بسم الله، أصبح عندي فقط جزيئة واحدة. فلو صغرناها تلاحظ أن الجزيئات تصبح أكثر. طيب، لو كبرنا النل، ضغطنا مثلا انتر وكبرناه، لاحظوا ما الذي يحصل. الجزيئات ستصبح أكثر بالنزول لكن أبطأ، واضح؟ طيب، مثلا نجعله واحد. طيب، فنعود مرة أخرى إلى الخصائص. دائما الرقم هذا حاول أن تجعله لا يقل عن 25%، وإذا يعني أردت أنك تخرج مثلا بنتيجة دقيقة جدا 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 15، لا تنزل أكثر منها، لأن هذا يؤثر على الريندر وعلى زمن الريزوليوشن. الدقة كل ما كانت قليلة كل ما كان أفضل، لكن تؤثر. فالمتوسط تقريبا 25، أو تستطيع 3 بالعشرة، 4 بالعشرة، لكن لا تنزل إلى أقل من 2 بالعشرة، وإذا نزلت لا تتعدى 15 بالعشرة. هذا الرقم الماكس سيلز نتركه، لا تلعب فيه. هنا شكل الجزيئات وهي نازلة، يعني شكل الإنشاء عملية الـ، لاحظوا معي. طيب، لو اخترنا هيكس، لاحظوا معي، تلاحظون الجزيئات وترتيبها في عشوائية، وهذا ما نريده في جزيئات الماء، أن يكون هناك عشوائية، ما تكون مترتبة كوحدة واحدة، واضح؟ نحتاج العشوائية. الخيار الأخير لاحظوا معي ترتيب آخر، لكن كسوائل أفضل خيار هو الهيكس. هنا الإيمتريت معدل البثق للجزيئات، يعني في كل فريم كأنك تبثق لي دفعة واحدة. أفضل شيء أنك تجعله في كل فريم تنزل الجزيئات كالسائل، بحيث تكون متواصلة. ملاحظين؟ هكذا أفضل. حتى لو شفنا في الريندر طبعا تحتاج تلاصق وتداخل واندماج وغيرها. إذن فنختار إذن الجزيئات 25 بالعشرة بالمية هيكس فري فريم. طيب، نأتي هنا
نستطيع أيضا أن نتلاعب بلون الجزيئات، بشكل الجزيئات. طيب أيضا هنا هذا له علاقة بالقوة، نأتي له فيما بعد، لكن لا بأس أن نشرح. لو أردت أن الجزيئات تسير بشكل أسرع، طبعا هو تلقائيا أصلا البرنامج لما عمل لك شجرة النود وضع لك قوة، فهي مؤثرة، يعني يوجد جاذبية. فلو جعلت هذه مثلا 10، أنا قاعد أزيد سرعة الجزيئات في النزول، تصبح أسرع. واضح؟ تصبح الجزيئات أسرع في النزول لو جعلتها طبعا دائما النزول يكون للأسفل، فتكون سالب 10. لاحظوا معي ما الذي يحصل الآن؟ النزول للأسفل بسرعة، لو زدت الرقم تزيد. إذا بهذا الشكل، طبعا هذه راح نأتي لها، نجعلها صفر. لو أردت أنك تغير اتجاهها أيضا تستطيع أن تلعب بهذه القيمة. طيب إذا نكون انتهينا من بعث الجزيئات، الآن ننتقل إلى القوة. القوة كما تشاهدون معي هي تنزل تلقائيا، القيمة سالب 9.8، جاذبية الأرض الجرافيتي المعروفة، الدنسيتي هنا كثافة السائل وهو نازل، كثافة يعني كثافة الهواء نفسه المؤثر على الجزيئات. يعني الهواء الآن مؤثر على الجزيئات وجعلها تسير بشكل غير طبيعي. لاحظوا معي حتى وهي تنزل، لكن لو ألغيناها لأن القيمة هذه كانت عالية، لاحظوا كيف النزول سيكون طبيعيا أكثر، يعني العشوائية النزول تكون أفضل، فنلغيها. إذا أردنا أن نؤثر برياح، طبعا هي غير مفعلة، إذا أردنا رياح نستطيع أن نؤثر من هنا، نفعلها ونجعل مثلا نجعلها تتحرك مثلا باتجاه الإكس. لاحظوا، عفوا، نعود مرة أخرى. طيب مثلا باتجاه الإكس نجعلها مثلا، اتجاه الإكس معروف يسار، يعني نجعلها مثلا 20. لاحظوا معي، ولو زدنا كثافة الرياح تستطيع أن تعطيها كي فريمات، خلنا نجعلها مثلا 40. لاحظوا معي تغير اتجاهها، لاحظوا، ملاحظين كأن هناك رياح تدفعها. لو جعلنا القيمة 50 مثلا الشدة، ملاحظين تستطيع أنك تتلاعب كما تشاء وبأي اتجاه تريد. يعني هذه مثلا صفر، لو جعلناها مثلا باتجاه الزد مثلا، الجهة اللي في الجهة الأخرى، ملاحظين جهة الزد. طيب أيضا تستطيع أن تتلاعب بالقيم من هنا. طبعا نلغي الرياح، الفورسيس هذه القوة في الأسفل اللي شرحناها أول كانت موجودة في هذا. بالنسبة للقوة تستطيع أيضا إذا أردت أن تضيف عشوائية للهواء حتى يكون المشهد طبيعي أكثر، تستطيع أنك من البارتكل العادية تذهب لل موديفاير. طيب تضيف مثلا إذا أردت عشوائية مثلا للرياح، تضيف يعني قوة، لاحظوا معي تستطيع انك تضيفها هنا وتضيفها مثلا لكثافة الهواء، للتلاصق، لأمور أخرى، اتجاه الرياح، تعطيها عشوائية، كثافة، كما تشاء، وتربطها. نحذفها. هذا بالنسبة للقوة وباعث الجزيئات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الدرس فيه الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.